السلام عليكم. هذا الفيديو مهدد لشخصين مشاو معايا رافقوني في هذه الرحله اللي هما سي عزيز سي جواد اللي كنقول لهم من هذا الفيديو تبارك الله عليكم. هذا الفيديو غادي نعاود لكم فيها اش ندوزنا في اسبانيا اش ندوزنا في برشلونه اخر ايام بعد ما ديكلونشات هذه الجائحه ديال كورونا في جميع ارجاء البلد. الله يحفظنا والله يحفظكم. كما كتشوفوا لابس التوني ديال مدريد واخا كنت بارسيلون، غادي نقول الرياضه ما عندها حتى شي علاقه بالسياحه، ما عندها حتى شي علاقه بالعلاقات الشخصيه. واخا الاخوان اللي مشاو معايا راه كانوا برصاويين بيور، ولكن كنا الحمد لله كنا غادي نبني اخوه وتلاحم. اذا بلا ما نتعطلوا نشوفوا كيفاش دازت الرحله ديال برشلونه في ثلاث ايام.
جيل هنا جيل هنا جيل هنا. برشلونة مدينة سياحية بنتي في العام ملايين الملايين ديال الزوار كيجيو مختلف أنحاء العالم، نطعموا من المغرب حتى هو باش يستمتعوا بالأجواء ديال المدينة الساحرة، خصوصا في الصيف كما شفتوا راه كاين البحر. لكن ما نغفلوش السلاسة ديال المدينة و الريزو ديال الترونسبور اللي هو إيلارجي بزاف وكلشي بسيط كلشي سهل، فيها حتى المغاربة، فيها دي ريستورون ماروكان، فيها بزاف ديال المرافق اللي ممكن تبهر أي سائح أجنبي. نتمنى أن الريتم ديال الفيديو ما كانش أكسيليري، كما شفتوا بزاف ديال الحوايج في هاد ثلاث أيام، يعني حاولنا بأن يكون بروغرام ترو شارجي ترو شارجي. شفنا المونجويك، شفنا الرامبلا، شفنا لو بور، شفنا لا بارسلونيتا، شفنا دي مول، شفنا بلاصة كاترونيا، نعشا في أجواء مغربية في الريستورون، درنا في الدار، تغدينا عند الشناوة، شفنا لاك دو تريون، شفنا لا كاتدرال سانت كوا. اذا ما غاديش نكونوا شفنا كلشي، ولكن اي سائح اللي ما عمره ما جا لبرشلونه غادي تعطي هذا الفيديو فكره. وبالنسبه للناس اللي ديجا مشاو لبرشلونه غادي هذا الفيديو غادي تحيي لهم ذكريات اللي هي سابقه. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك، تفعيل الجرس، والى فيديو قادم ان شاء الله.